يعني بدنا نسأل اللي يشوفنا سؤال، مين يفرق بين الكزبرة والبقدونس؟ المرة الجاية بدنا نصاوي زبيدي بس ببهارات منسف. ممكن سمنة بلدية. حوايج المنسف. سمنة بلدية. أوكي أنا جاهزة، تحدي هذا. هاو القعدة بالفية وانت قبال عينية، نعشق ونحب على صوتك يا فيروز اللبنانية. اليوم بعراق الأمير ودنا ننطرب بشفة البرية على صوت الفنان عيسى الصقار. جمال بلادنا ماله مثيل، ودنا نرحب شف البرية اليوم معنا الشف فرح. نورتينا. تسلم، منورة بوجودكم. أكيد أكيد. أنت اليوم رح تبدع، أنا متأكد، بالشف البرية. صراحة الأجواء بتجنن. أنا أول مرة بعراق الأمير باجي. سمك ومي وخضار وجو بجنن. واليوم إيش؟ سمك مشوي مع الميات. مع الميات. شف هسا بالبداية، ودنا ناخذ المكونات اللي معنا اليوم. أكيد اليوم رح نعمل سمك دينيس مشوي. مكوناته تومة مهروسة، زيت زيتون، خل أبيض وليمون عصير، وكزبرة خضراء للحشوة. لازرع لك ورد بدربك، لازرع لك ورد بدربك، حاول قعدة بالفية. هلا أول إشي رح نبلش بالتومة. تمام. لازم أهرسها. يلا معك. دار الحاكي هجر الأحب الحارة ليش البيك. طيب هلا نحن دقينا هون التومه. رح ازيد زيت الزيتون، اغلبك تعطيني اياه من عندك. سلم ايديك. وبعدين رح نزيد من عندنا طبعا زيت الزيتون، انا بكتر على السمك عشان ما تطلع ريحه المزعجه. تمام. وكمان رح احط شويه خل، خل ابيض او خل بلسمك لو سمحت. وبدنا نعصر ليمون اذا بتقدر تجيب لنا. ابشري. صفرة ولا خضرة؟ ما بعرف، انت شو رايك؟ تنتين ما عندي اي مشكله. مسألتي مذكرتين وغيرك سأل وانهدت الياسمين وعماتك ورا الدوار. هلا انا حطيت عليهم شوي خل ابيض عشان ما يكون في اي ريحه. تمام. تمام. بس الافضل ان نتبلهم لو قبل بساعتين او قبل بوقت تطلع معنا طعمه اطيب. 100%. يلا هلا رح ادهنهم شوي بالفرشاي من برا. طيب بتغلبك تعطيني الكزبرة، أنا هون الكزبرة عندي خضرة. هاي؟ يلا هاي كزبرة. تفضل. إذا بدك شم ريحتها. لا هي في فرق بينها، تفرق بين بقدونس ريحتها أقوى بكثير. والله الكزبرة والله حشمة. وبعدين بتحس ورق البقدونس شوي أنشف. نفس الإشي. نفس الإشي. طيب أنا هلا رح أحشي السمكة شوي بالكزبرة وشرايح الليمون بعد إذنك. دللي لو سمحت. دللي بعدين. اليوم الشف معدلة ما شاء الله، كل شفات اللي يجوا معانا معدلين، بس كمان الشف معدلة، يعني دائما احنا لازم تكون شهادتنا بيهم مجروحة. هيك نحن بنكون تبلنا سمكاتنا وهيك هم جاهزين نبلش بالرز للصيادية. 100. تفضل يا شف. سلم ايديك. هلا الفكرة بالصيادية اني رح اجيب بصلة بعد اذنك. تدللي وحدة؟ مش بصلة، بدنا بصل كتير. اوف. ثلاث ولا ثنتين؟ يعني خلينا نعمل ثنتين. يا تفضلي. يسلم ايديك. تمام. يعني السر بالصيادية البصل. السر بالبصل. هلا البصل انك انت لازم تقطعه وتكرمله عشان يفرق عن باقي الرز. 100%. لما الشيف فعلا يكون قريها قراية الاداء بيكون مختلف، المقادير بتكون عالتكة. هلا البصل انا شو رح اعمل؟ رح اقطعه جوانح كبيره واقليه بالزيت. تمام. واخليه يتكرمل ويصير لونه غامق غامق، يعني قبل ما ينحرق بشوي. ما صار شيء لعيونك؟ طيب لا لا انا بعيد عنك. شوف خليني استغل الفرصه. يلا نشربش كاسه. وصراحه احسن انك تبعد عشان ريحه البصل، عشان السلامه العامه. بدنا نضوقك شياتنا اللي على الحطب. ابو ضحكه المدلل بين ضلوعي لا ضمه، وطبطب له بحنيه وطيف المتعود عمه. ابو ضحكه المدلل بين ضلوعي لا ضمه. بعد ما كرملنا البصل نزلنا التومه، بعدين قلبناها شوي لحد ما طلعت شوي ريحتها، نزلنا فوقها المي وتركناهم هيك ينسلقوا وغطيناهم. هلا شو رح نعمل؟ رح نصفي البصل بالمصفاي ونروح ننزل عليه الرز، بس خلينا نبهر الرز بالاول.
طيب. ايش المكونات للرز؟ حكينا احنا هون استخدمنا رز بسمتي. المكونات راح احط الملح وراح احط الكمون، بعد اذنك تعطيني اياهم. هاي الكمون اوكي، وراح احط كزبره ناشفه او ناعمه. هايها كمان زيدهم زيدهم، لانه هلا راح تشوف كيف راح تكون المي عندي سودا من البصل. ايوه ايوه اوكي، فعشان العين اللي بتاكل بدنا نخلي لونها حلو. نروح نطبقها. شايف كيف عوري صفيتها؟ كل البصل والتومة عندي صاروا بالمصفاي، وطلع كيف صار لون عندي المي غامق. عسواد. هلا هاي الكرمله رح تلاقيها غلفت حبه الرز بطريقه بتجنن. شف انا ودي استناك بس تخلصي الرز، انا اجيب لك السمك. تمام تمام تمام، خليني انزل الرز. نار بروس على جبالي. فعوي شو رايك نعمل البقدونسيه عبين ما يستوي عند الرز؟ يلا جاهزين. جهزها جاهزين يل. حتى اغراضها شيف كله موجوده هون. كله عندك؟ 100 100. تمام تمام، عندي البقدونسيه. انا رح استخدم الطحينه بس رح اخففها بليمون ومي. 100 100. هاي الطحينه ورح نضيف لها شوي من زيت الزيتون. شوف هيك منيح بقدونس ولا كمان؟ والله لونها نفس الشيء يعني اخوان شايفين انتو. يعني بدنا نسال اللي يشوفنا سؤال، مين يفرق بين الكزبره والبقدونس؟ البقدونسية. سلم ايديك. جاهزه. انا ما حطيت تومه اذا لاحظت، لانه اكتفيت بالتومه بالسمك. 100 100. على الشوي. راحوا لبعيد ونسيوني وبعدوا حبون على بالي نار بروس على جبالي. فعولي كيف السمكات عندك؟ يعني امورهن تمام شوي. طيب خلينا معناته نسكب الرز، بيكون انت السمك جاهز صح؟ على بركة الله. اوكي yeah. خذي راحتك. جد يسلم ايديك. شوف يا ريت الف صحة وهنا، والقعدة تبعتنا صارت جاهزة. يلا نروح نجربهم. يلا تحكي لي بس رأيك بصراحة. إن شاء الله أنا أزم هذه بدون مجاملة. والله يلا. هو مطلوب اسمك مطلوب عند البحث الجنائي. منشوف هسا. أوه روائح الفخامة. يلا يعني أقسم بالله يا شف إبداع يعني. حلو حلو الريحة الريحة الريحة، تجربة حلوة كمان. والله يا نتش مرتبة، والله كل شيء مرتب. والله نتش مرتبة وأبدعتي. أنتوا كمان ما شاء الله عليكم، يعني الصحن بشهي والمكان بشهي والناس كلهم ما شاء الله. يعطيكم ألف عافية. عافية قلبك، يعني اليوم فعلا أثبتي أنك أنت شف البرية. إبداع إبداع. بس عودنا نضوب تسمحي لنا. يلا أكيد يلا نجرب. ننهي وناكل؟ لا أنا بقول ننهي أول. يلا وناكل. شو ناكل مع بعض؟ يلا لا ننهي بعدين ناكل. يلا تفضل. نشوفكم شف برية جديد، ونقول مثل ما التقينا على الحب على الود نلتقي. بأمان الله. تفضلي شوف. يلا تفضل ذوق واحكي لي. والله هيني ودي أذوق. بسم الله. حلا تخدود وغمزة العيون.